يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أحب أحدا غير الله أو خافه ولكن دون محبة الله ودون الخوف من الله، العبادة ما يجوز أن يحب مع الله أحد، لا قليل ولا كثير، محبة عبادة. أما المحبة الطبيعية هذه لا تسمى عبادة، هذه فطرية في النفس. نعم. يقول فضيلة إلا الشيخ إذا لا تكون مذمومة، المحبة الطبيعية للشيء لا تكون مذمومة إلا إذا قدمتها على ما يحبه الله. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، فإذا قدمت ما تحبه نفسك على ما يحبه الله فهذا هو المحرم، وهذا يوجب العقوبة. فتربصوا أي انتظروا، هذا تهديد حتى يأتي الله بأمره. نعم.